السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غادي نديرو وصفة الأرز بالخضار على طريقتي، كتجي بنينة بزاف، يمكن لكم تقدموها مع أي حاجة. أنا غادي نقدمها مع أفخاذ الدجاج، نتوما قدموها مع أي حاجة بغيتو، كتجي مع القطبان، تجي مع بزاف ديال الحوايج، مع الجناوح يكونوا مشويين، ولا أي حاجة بغيتو، ولا مقليين، ولا مهم اللي حبيتو تقدموها معها، او لا غير بوحدها راه كتجي بنينه. فهنايا كنحتاجو ليها واحد البطاطس كتكون مقطعه هكا صغير، وواحد البصله حتى هي مقطعه صغير، وواحد الجزره، وعندي هنايا البازيلا حتى هي واحد شويه، وعندي هنايا الروز من بعد ما غسلته وصفيته. هنا الروز الاصفر هو اللي غادي نستعمله، كيجي بها هو احسن. فغادي نبداو بسم الله. هيا غادي نديرو الزيت، وغادي نضيفو عليها البصل هو الاول، نحمروه. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش البصل اللي يكون صحيح حالي مثلا، انا ما كنبغيش البصل، داكشي علاش كنبدا به هو الاول، وكنشحرو مزيان حتى كيطيح، عاد كنضيف عليه المقادير الاخرين. هنا غادي نضيفو شويه ديال الملح، الملح كنديرو حساب الوصفه كامله، ماشي غادي نزيدو عاد مره اخرى، وغادي نخليو هادشي يتشحر مزيان. من بعد ما تشحل لينا البصل غادي نضيفو الجزر حتى هو، والبطاطس كذلك، نخليو الجلبانه حتى الاخير. خليو هادشي يتشحر ونتلاقاو. في هذه المرحله غنضيف ملعقه ديال الزبده، غير ملعقه صغيره، هنايا كنت غليت الماء كنوجدو، وغادي نضيفو الرز حتى هو، نقليوه مع هاد الزبدة والزيت والخضار. Thank you.
هنايا غادي نضيف الماء هنايا غادي نضيف راس معلقه ديال التحميره راس ملعقه ديال الابزار او الفلفل الاسود كذلك راس ملعقه من الخرطوم معلقة ديال سكينجبير أو الزنجبيل وغادي نضيف كذلك شوية ديال الثومة من الأحسن بودرة هنا غادي نضيف كذلك البازلاء ولا الجلبان رشه ديال القزبر ومعدنوس هنا غنضيف شويه ديال الماء خاص الماء يكون طالع فوق الخضار فوق الروز والخضار بهذا الشكل ما يكونش اقل غادي نتسناو عليه يغلي ونقصوا عليه على اقل درجه عندنا في البوطه اقل درجه باش يطيب على خاطره وما يبقاش الجزر اخضر ولا البطاطس المهم خصو يطيب على مهلو ما تكثروش بزاف د الماء غير يكون فوق الخضار فقط غادي نقصلو على اقل درجه ونخليه